السلام عليكم أخواني أخواتي. بالنسبة للناس اللي بغاو يصوبوا البرجمو العائلة ديالهم، البرجمو سهلة في فرنسا، هي كتصوبها تطلب لك نهار ولا يومين كاع. أنا دفعت لهم الوراق في الصباح، اليوم عيطوا ليا، كيعطوك بالتليفون تيقول لك أودي أجي رحنا وجدنا لك الوراق ديالك. أشنو كتطلب في هاد الوراق هادي؟ تصوب هاد الوراق هادي. أنا كنت دابا قدام لاميري، أنتم كتشوفوا لاميري، هي هادي هي هادي. ألور أش كتطلب هاد الوراق هادي؟ هاد الوراق أسيدي ساهلين، غادي نقول لكم تلفونيا وغادي غادي نوصل الدار، غادي نقول لكم غنوريهم لكم بالصورة. هاد الوراق أسيدي ساهلين. الورقة الأولى أولا خصك عندك أنت تيتر دو سيجور، هي الأولى، يعني إلا ما عندكش تيتر دو سيجور راه ما كاين حتى حاجة، ما يمكنلكش تجيب حتى شي واحد. ثانيا خصك عندك الدار، ربما يكون عندك تيتر دو سيجور، يكون عندك كلشي وأنت عايش غير برا ولا عايش في شي جمعية، ما يمكنلكش تجيب شي واحد عندك. ثانيا ثالثا خصك يكون عندك واحد لي غوسورس، خصك يكون عندك واحد الدخل قار دائما كتشدو، ما تكونش في الشوماج، ما تكونش عاطل عن العمل وبزاف الحوايج. الا انت غتجيب شي واحد عندك غطيفو، ولكن الا مثلا هو طاح اون بان ولا شي حاجه شكون يصرف عليه؟ الدوله؟ لا. ثالثا هذاك لا جوستيفيكاسيون دو دوميسيل، الماء ولا الضو ولا الكرا ولا شي حاجه، هادشي اللي كاين. والاخيرا التامبر ديال 30 اورو، ما يقابل واحد 6600 ريال ديالنا حنا، ولا اقل 6400 و 6500 كوا. اذا نعاود بسرعه هاد الوثائق اللي كيطلبوا: فوتوكوبي ديال تيتر دو سيجور، لي غوسورس الدخل ديالك، لا جوستيفيكاسيون دو دوميسيل، عقد الكراء الا كنتي كاري، او لا الدار ديالك الا كنتي بروبريتير، تدي لهم واحد النسخه من التتر ديال الدار، وزائد الماء ولا الضو، فاكتوره الماء ولا الضو. عاد هذاك سمعت يقولوا لها ما عرفتش قلتها ولا ما قلتهاش، الجوستيفيكاسيون ديال الدخل ديالك 3 فيش دو بي، 3 شهور التاليه اللي كتخلص، شحال تخلصي فيها، ولا ان رول في بونكير دو دانو ديال العام كله. انا كنعطيهم كنمشي كنخرجو كنبريمي من لاكاف والمالك ديالي، وكنعطيه لهم صافي، كنمشي كندير كومبريمي باش انا كنتخلص من لاكاف. عندي انا غير مرضي الحمد لله وكافي، يعني عندي دخل كافي باش انني نجيب معايا باش امبورتي كيلكان دو ماروك ولا لا. والحمد لله ها هو الدوسي كامل، غادي نوصل الدار وغادي نشرح لكم بحاله بحاله وبورقه بورقه، كي كدير كتجيب هادي، كيفاش كدير كتجيب هادي. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيبوا والديهم ولا بغاو يجيبوا واحد من اختهم ولا شي حاجه اللي عندها مثلا الحق في الفيزا وداكشي، هاش كيطلبوا واش كيطلبوا واش كيطلبوا. اذا غادي نمشي للدار ان شاء الله، وغادي نشرح معكم وانا قرب نوصل بحاله بحاله. كما قلت لكم ويلات، غادي نوصل للدار الخوت وغادي نشرح لكم كيفاش الانسان او الى في فوتوكوبي املا دوني سا. الوغ ليبرجمون كما كتشوفو الي كوم سا، هادي وي افون ايتي دور افون من لي مولا مولا ايتي دور. هذه هي ليبرجمون سيرتيفيكا داكوي، نو نو باش ليبرجمون هي هادي. اش كيطلبوا؟ اولا كما قلت لكم هادي الفوتوكوبي ديال تيتر دو سيجور،
ابري كيطلبوا لكم بيمو دي بيمو هادي الاديف ديال الماء وهادي ديال الكرا يعني تكون اما بروبريتير ولا لوكاتير هادي ديال الكرا وهذا تامبر فيسكال الكترونيك تامبر ولا بحال هكا دابا شحال كي قلنا فيه 30 يورو ايوا هادي لا لا البي هادي خلاص بوحدها يا بري يا بري الفو يا بري الفو ان كارت ان فوت يا دي فوتوكوبي دو ميسيو او دو دام كي تو لا كي شي توا سوا تا مامون تون بير ولا تا سور تون فرير توت لا فامي لي عندهم حق في الفيزا هادي الوالده الله يخليها لنا ويطول لنا في العمر ديالها اذا هادشي كله كتجمعو وكتديه للبلديه وكيصوبوا لك لي بيرجمو وكيعطيوها لك مي البروبليم ماشي غير في بيرجمون البيرجمون تقدر تصوبها ولكن هاد الوراق هادون هاد الوراق اللي شتي كلهم كتخليهم عندك وتصيفطهم للمغرب اوبليغاتوار هاد لي بابي كلهم اللي شتي دابا ماشي صافي تسال الدور ديالهم نو تو لي غاماس تو لي انفويي اوسي او ماروك علاش على 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 كونسولا ils ont besoin de ça يقول لك كيفاش صوبتي انت هاد سميتو كتجمعهم هكايا كاملين كتجمعهم وديرهم هنايا وسواء تصيفطهم للمغرب ديريكت او لا كنتي انت غادي تديهم معاك دابا انا غادي نديهم معايا وبالنسبه اللي عنده الام ديالو ولا الاخ ديالو ولا الاب الاب ديالو عنده لا روتريت سافا نا با بوزوان دو واحد باش يدير له سميتو يدير له الوكيل يعني توكل به يقوم به ولكن الا كان واحد هكا تاجر ولا فلاح وما عندوش واحد لو واحد لا ريسورس وماروك ولا شي حاجه ضروري ما تخصو شي واحد يقوم به ويكون عنده واحد الدخل عنده الكونت بانكير ولا عنده شي حاجه واحد لا ريسورس يكون بالك لحقاش كيطلبوا في لا كونسولا انا الوالده ديالي في الاول النهار الاخ ديالي الكبير صوب لهذاك الشيء جات ولكن في 2018 صوت لهذا الشيء كامل وكانت خاصها ورقه واحده وداروا لها ان مونك دو بابي دير واحد الدوكيمون داروها لها حنا عاوتاني عاد عكزنا نعاودو نصوب داك الشيء ونجيب ديك الورقه وندير لها كان باقي عندنا لاسورونس وخلصنا كل شيء اني وليت قلت خليه حتى المره الجايه ونعاود نصوب لها هذه ونعاود ندير الدوسي كومبلي لحقاش الاخ الاخر الصغير اللي دار لها تحمل ما صوبلاش ما دارش معاه ورقه ديال الدخل هذه اللي وريتكم اللي قلت عندي انا ديال جيستيكاسيون دو لا ريسورس ديال بيمو تيستاسيون بيمو هو عنده الفلاحه وعنده الطاكسيات كيتخلص غير بالليكيد اذا لا تيخصك تمشي للغرفه التجاريه اولا الغرفه الفلاحيه اولا حاجه ويصوبوا لك واحد الاتيستاسيون دو بيمو اوبليغاتوار ولا كان عندك حانوت ولا كان عندك بقال وعندك تجاره ريستورون ولا شي حاجه ضروري ما خصك تمشي للغرفه التجاريه الغرفة الصناعية اللي كنت عندك المنيوزغي نجار ميكانيك سودور سيكليس تمشي للغرفة الصناعية كاين الغرفة الفلاحية الغرفة التجارية الغرفة الصناعية هما اللي يصوبوا لك شحال كتدخل وتيكاشيو عليها مقبولة 1000% تحياتي لكم تبارك الله عليكم وعواشركم مبروكة إلى هذا الفيديو هذا عجبكم وفيه الفائدة حاولوا تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم وحاولوا خاصة كنوجه هاد الفيديو للجالية المغربية اللي كيبغيو يجيبوا لوالديهم وما كيعرفوش اذا انا عطيتكم واحد نبدا كيفاش كندير انا عندي واحد التجربة جبت الوالدة ديالي الحمد لله وهذه تروازيام اتيستاسيون اللي كنصوبها كنتمنى ان شاء الله نتوما تصوبوها وتنجح لكم ويجمع الشمل ويتقضى المراد
من هادشي كامل كنطلب الرحمة للوالدين، هادشي اللي كنطلبو الرحمة للوالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.